اصطدم الطلب المصري بتشكيل تحالف لضرب التنظيمات الإرهابية في ليبيا بالإرادات العربية والغربية المتضاربة، فالتدخل الدولي يحتاج إلى حكومة تمنحه شرعية، وليبيا مقسمة. لذا وضع برناردينو ليون تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية على رأس أولوياته، مبديا قدرا من التفاؤل. In the sense of urgency, I have called for the next meeting of the political dialogue to finalize discussions initiated in Geneva on the formation of government of national unity and security arrangements to pave the way for a formal and comprehensive cessation of hostilities. لكن وزير خارجية ليبيا طالب بتعزيز قدرات الجيش الليبي أولاً، وأكد أن الدعم الإقليمي لا سيما من الجيش المصري سيستمر بطلب رسمي ليبي، آخذاً على المجتمع الدولي تقاعسه. يتحتم على المجتمع الدولي الذي ساعد الليبيين في التخلص من النظام الدكتاتوري السابق ثم تركه وللأسف فريسة للفوضى والفراغ الأمني أن يتحمل مسؤولياتها القانونية والأدبية. الجزائر وتونس وإيطاليا حذرت جميعها من المخاطر التي تشكلها الأزمة الليبية، وطالبت بتنسيق الخطوات لاحتواء الخطر، ورفضت مصر فكرة الانتظار لأن الإرهاب لن ينتظر. سواء كانت حكومة شرعية منتخبة تم تشكيل حكومتها وفقا لمجلس نواب منتخب، أو كانت حكومة وحدة وطنية تم التوصل إليها، سوف يكون على عاتقها مسؤولية القضاء على ظاهرة الإرهاب واقتلاع جذوره. الأردن طرح مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رفع حظر التسليح عن ليبيا وإلى مراقبة المعابر والسواحل لمنع إدخال السلاح إليها، وهي مهمة تبدو مستحيلة في دولة من مقاس ليبيا. إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بليبيا قد يستغرق عدة أيام من المناقشات. في هذه الأثناء تكون الأمم المتحدة استنفذت كل السبل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.